كاميرون بداية لا يمكنني إلا أن أقول أن الأساتذة فاتحين ومادين الحوار إلى الوزارة الوصية، وكيتمنى بأنه هاد الاحتقان وهاد النضال وهاد الإضرابات اللي كاينة توقف اليوم قبل غدا. علاش؟ يعني حنا كأساتذة ولا كتلاميذ راه متضررين بشكل كبير جدا. يعني في نهاية المطاف حتى لو وقع شي اتفاق مع الوزارة الوصية أو الحكومة، راه اللي غادي يبقى يتحمل هذه المسؤولية هو الأستاذ والتلميذ. غنقولوا كنداركوا الزمان وكنضاربوا مع الوقت. طبيعة الحال أن الإضراب كيبقى آخر خطوة التجئنا لها، لأنه الشرف ده منذ مدة، راه ماشي عام ولا عامين، راه بدينا بالوقفة ديال 5 دقائق، مشينا 4 ساعة، مشينا ساعة، ساعتين، يوم، إضراب يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام. وإلا بقات الأمور غادا في التوجه لا قدر الله، راه ممكن تمشي في إطار الإضراب المفتوح. هذا الشيء اللي بقات الوزارة كتعتمد هذه السياسة ديال الأذان الصماء وترويج واحد الخطاب الذي لا يمت إلى واقع بصلة. دابا الغريب هو أننا كنشوفوا أحيانا كتقول لك الوزير كيقول لك أجو حنا مستعدين للحوار، ووزير أخر كيقول لك لا الشيء اللي بغينا هو اللي غادي يكون. يعني شنو هي الضمانات اللي غتخلي الأساتذة يرتاحوا؟ حنا وين كنلقاو مشكل مع الأساتذة باش نقنعهم بأن راه فعلا خصنا نديروا النية؟ واش النية الوزارة عامين وهي كتحاور في النقابات اللي هي مؤسسات رسمية؟ والإشارة حنا جينا هنا كتنسيقيات، ما جيناش كنقابات مع احترامنا لبعض منهم. كتحاوروا مع أمير في نهاية المطاف كيقول لك راه الوزارة خانتنا، راه خرجت من النظام اللي ما اتفقناش عليه. والأساتذة اللي خرجوا اليوم راه خرجوا من أجل مطالب عادلة ومشروعة، كيعرفها القاسي والداني، كتعرفها وسائل الإعلام، ولا كيعرفوها الآباء ويعرفوها التلاميذ، وكتعرفها حتى الوزارة وهي كتقول لك راه مطالب عادلة. إذا حنا اللي غنمشيو لهذا الحوار، شنو الهدف من هذا الحوار؟ المطالب واضحة، خصنا إجراءات عملية، وما غتكفي الوزارة حتى شي حاجة، ما غتكلف. أول حاجة هذاك النظام اللي دار هذا المشكل كامل واللي كان القشة اللي قسم الضال البعيد، خاص الوزارة أو الحكومة تسحبو ساعدو. داك الشيء راه ماشي بزاف، ما غيكلف حتى شي درهم. هذايا يقول لك أسيدي كبادرة حسن النية، هذاك سميتو راه كما صرعوا بالإخراج ديال هذا النظام المآسي ديال 2023، ممكن يصرعوا في إدارة الظرفية اللي كيعيشها المغرب، اللي دابا حاليا 5 أسابيع ديال الإضراب و5 أسابيع ديال الهدر المدرسي. طبيعة الحال ماشي الأساتذة اللي كيتحملوا المسؤولية فيها، ولا التلاميذ ولا الآباء، الوزارة هي المسؤولة قانونا وأخلاقا وشرعا وكل شيء. فبالتالي يحبسوا هذا النظام هذا، تكون من غدا حنا مستعدين ندخلوا الأقسام على أساس شرطين: سحب النظام الأساسي، ثم الزيارة الزيادة في الأجور اللي وعدات بها الوزارة وعدات بها الحكومة بشكل عام في الحملة ديالها الانتخابية، على غرار باقي القطاعات وعلى غرار باقي الفاعلين في المنظومة. النية درناها سنتين أو 3 سنوات أو أكثر، لكن للأسف حنا دابا محتاجينش هاد اللغة ديال النية. لكن شي واحد كيدير النية راه هما الأساتذة، هما رجال التعليم، لأن في هاد البلاد ديالنا والحمد لله هاد الناس كيحتارموا رجال التعليم وكيقدسوهم وكيقدروهم. لكن للأسف ملي كنشوفوا هاد الخطابات اللي كتروج، أحيانا كتكون خطابات سوقية ماشي تشعبوية، اللي كتقول لك من قبيل ديروا النية. واش دابا وزارة مسؤولة أجهزة ديال الدولة كتقول لك ديروا النية؟ راه كنا في شي دولة اللي كتحترم راسها راه خصو يتحاسب على هاد التصريحات. كيفاش نقولوا هاد الأساتذة مدفوعين من الجهات؟ واش هاد الأساتذة عبر مربوع المملكة؟ راه جينا من أجل المطالب الاجتماعية وما كتسمعوها، جينا من أجل هذاك النظام اللي كلشي كيقول خصو يتعاود، وجينا من الأجر. أما النية حنا درناها وحنا مستعدين نعاودو نديرو النية، ولكن بشرط أنهم يسحبوا داك النظام الأساسي.